بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات في الأردن ورمزت إلى اسمها بالحروف سين فاء عين، تسأل جمعا من الأسئلة كما سألت في حلقة مضت. في هذه المرة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، إن بعض الناس في القديم كانوا يخلعون أسنانهم ويركبون أسنانا من ذهب أو أسنانا من فضة بدلا من السن الأصلي، هل من يفعل ذلك الأمر الآن يعتبر آثما أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أما بالنسبة للرجال فلا يجوز لهم استعمال الذهب في الأسنان إلا عند الحاجة، إذا احتاجوا إلى ربط الأسنان بالذهب فلا بأس بذلك، لأن الذهب لا يصدع خلاف الفضة فإنها تصدع. وأما بالنسبة للنساء فيباح لهن التحلي بالذهب والفضة، ولكن إذا لم تدعوا حاجة إلى هذا فإن هذا يكون من الإسراف، والسن الذي خلقه الله أحسن من السن الذي يركب، إن كان القصد أنه يخلع السن ويجعل محله شيئا من الذهب. أما إن كان القصد تلبيس الأسنان بالذهب للنساء، النساء يباح لهن التحلي بالذهب، ليس محرما عليهن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة بعث بها المستمع خرباش مراد من الجزائر، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: يرى في بعض المناطق عند الجنازة أنهم يحملون الميت على أكتافهم أو على الشاحنة ويحملونه بالأصوات، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عند خروجه من بيته إلى وصوله إلى المقبرة، هل هذا حرام أو حلال؟ وجهونا جزاكم الله خيرا، وبينوا لنا الآيات والأحاديث التي تدل على الحكم، وفقكم الله. أما حمل الميت فالأفضل أن يكون على الأعناق، وأن يحمل إلى قبره على الأعناق إذا تيسر هذا، فإذا شق ذلك فلا مانع من حمله بالسيارة. وأما رفع الصوت بالتهليل والذكر مع الجنازة فهذا بدعة، هذا بدعة محرمة، لأنه لا دليل عليه من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. وإنما المشروع الدعاء للميت، بأن يدعو له المشيعون أفرادا، كل يدعو منفردا، لا بدعاء جماعي ولا بصوت مرتفع، وإنما يدعى له ويستغفر له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رغم وضوح الحكم الشرعي في هذه المسألة الشيخ صالح، إلا أنها تنتشر في كثير من بلدان عالمنا الإسلامي، هل من كلمة حول هذا؟ جزاكم الله خيرا. الواجب السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين السنة في الجنائز بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، فالواجب اتباع السنة في هذا، يعني يحمل الميت إلى قبره يشيعه المشيعون بدون رفع صوت وبدون إحداث أذكار غير مشروعة، ثم يوارى في قبره، وبعد تسوية التراب عليه يقوم عليه إخوانه المشيعون يقفون على قبره ويدعون له بالتثبيت واستغفرون له، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وهذا بعد الفراغ من دفنه. وكان صلى الله
عليه وسلم يقف على القبر ويدعو للميت ويستغفر له ويسأل له التثبيت. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ينفع الميت ويثاب عليه الحي. أما البدع فلا خير فيها، لا للأحياء ولا للأموات. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. ولم يقصر العلماء رحمهم الله من بيان أحكام الجنازة على ضوء الكتاب والسنة في كتب الفقه، في كتب الحديث، وفي الكتب المفردة عن الجنائز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا مما يرى صاحب هذه الرسالة بناء القبور من الداخل ومن الخارج، ويسأل: هل هذا حرام؟ ويرجو منكم إثبات الموضوع بالأدلة، يحفظكم الله. هناك فرق بين بناء القبور والبناء على القبور. أما بناء القبور فيجوز عند الحاجة، إذا كانت الأرضية لا تتماسك وتنهار فلا مانع أن تبنى جوانب القبر ويوضع الميت بداخلها ويسوى عليه التراب، هذا لا مانع منه من أجل الحاجة. وأما البناء على القبور بعد دفنها فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا اتخذت مساجد صلى فيها ويدعى عندها رجاء الإجابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. قد لعن صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد على القبور، قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، لأن الناس إذا رأوا هذا البناء على هذا القبر، ولا سيما إذا كان مزوقا بالأصباغ والألوان والكتابات، فإن هذا يغرر بالعوام والجهال، ويظنون أن هذا القبر له شأن وأنه يستجاب عنده الدعاء وأنه يتبرك به. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. والمشرف هو المرتفع، ومعنى سويته أي سويته بالأرض وأزلت ما عليه من بناء وارتفاع، كل ذلك من أجل المحافظة على عقيدة التوحيد ومنع الغلو في الأموات، لأن هذا يؤدي إلى الشرك وعبادة الموتى من دون الله، كما هو الواقع عند القبور التي بني عليها بنايات قباب أو بني عليها مساجد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من شروط المبيت كما عبر الفدية، ومعناها قراءة القرآن الكريم على الميت في بيته، هل هذا حرام أم حلال؟ هذا لا أصل له وهو بدعة. الميت إذا مات لا يقرأ عنده، وإنما ورد أن الميت يقرأ عليه عند الاحتضار، قد ورد في الحديث وإن كان حديثا فيه مقال: اقرأ على موتاكم ياسين، يعني المحتضرين الذين هم في الاحتضار، وهذا الحديث فيه مقال. وأما بعد موته فالقراءة عنده ليست من السنة، بل هي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لا عند الميت ولا عند القبر. وحتى قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت لم يرد بها دليل، وإن قال بها بعض الفقهاء، والواجب على المسلمين اتباع الدليل. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فلا خير في البدع ولا ثواب فيها، وإنما فيها الإثم، لأنها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في إحداث شيء من الدين ليس منه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جمع بين أمرين عظيمين في سؤال واحد شيخ صالح، هما الشرك والسحر، ويسأل عن حكم كل، جزاكم الله خيرا. الشرك نهى الله سبحانه وتعالى عنه في كثير من الآيات، وأخبر سبحانه أنه لا يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
الشرك خطره عظيم. أولا أنه يفسد العقيدة، يصبح الإنسان ليس له عقيدة ويكون مع المشركين ومع الكافرين. وثانيا أن الله لا يغفره، مع أن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، ولكن المشرك لا يدخل في رحمة الله، وذلك مما يدل على خطورة الشرك بالله عز وجل. وكل الرسل جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشرك خطره عظيم لأنه لا يجتمع مع التوحيد، إذا كان شركا أكبر إنه لا يجتمع مع التوحيد بل يبطل التوحيد. وأما الشرك الأصغر فإنه ينقص التوحيد نقصا ظاهرا وقد يجر إلى الشرك الأكبر. على كل حال الشرك بجميع أنواعه خطره عظيم وشره مستطير، ولهذا توعد الله عليه بأشد الوعيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم وأما السحر فهو أيضا عديم الشرك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عده مع الشرك في جملة السبع الموبقات. والسحر خطره عظيم لأنه من تعليم الشيطان، ولأن الساحر يخضع للشيطان بما يريد منه من الكفر والشرك بالله عز وجل، ولأن الساحر يضر بني آدم ويضر المسلمين ويفسد المجتمعات، فخطره عظيم على العقيدة وخطره على الناس. ولهذا كان حكم الساحر أنه يقتل ولا يستتاب إذا ثبت أنه ساحر بإقراره أو بشهادة الشهود عليه، فإنه يقتل ولا يستتاب. قال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وقتل الصحابة رضي الله عنهم السحرة، فكتب عمر إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوي: فقتلنا 3 سواحر. وقتلت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها جارية لها سحرتها، وجندب بن كعب رضي الله تعالى عنه قتل الساحر بحضرة الخليفة، مما يدل على أن الساحر يبادر بقتله إراحة للمسلمين من شره. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يسلم الإنسان من هذين الأمرين الخطيرين الشرك والسحر؟ يسلم منهما بمعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة وتعلم العلم النافع وسؤال أهل العلم، وأن لا ينساق مع الجهال ومع المخرفين ومع العوائد والتقاليد الفاسدة، بل يتمسك بدينه وعقيدته ويتعلم أمور دينه خصوصا أمر العقيدة، ويسأل عما أشكل عليه. لهذا يسلم الإنسان بإذن الله، لأنه إذا عرف حقيقة الشرك وخطر الشرك فإنه يتجنبه، أما إذا جهله فحري أن يقع فيه أو قلد الناس على ما يعملون بدون تمحيص بين الصحيح والفاسد من أعمالهم ومن عقائدهم. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وأيضا السحر كيف يسلم الناس منه شيخ صالح؟ يسلم الناس منه بالقضاء على السحرة وقتلهم والحذر منهم، وببيان حكم السحر وخطر السحر من طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله ومن الخطباء والوعاظ، أن يبينوا لا سيما إذا تفشى هذا المرض الفتاك في مجتمعهم أو خشوا أن يتسلل إليهم، فإنه واجب على العلماء أن يبينوا وأن يحذروا وأن ينصحوا. وإذا علم بوجود ساحر في مجتمعهم فإنه يجب عليهم المبادرة بإبلاغ السلطة بقتله والأخذ على يده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أهم الوسائل في نظر الشيخ صالح المحذرة من الشرك والمحذرة من السحر، أهو التعليم أم هو الإعلام أم أن هناك وسائل أخرى يراها فضيلة الشيخ صالح الفوزان؟ كل ذلك يقضى به على الشرك والسحر. أولا التعليم، لأن يعني يضمن مناهج التعليم نواقض الإسلام بما فيها السحر، ويبين خطورة السحر وخطورة الشرك بالله عز وجل، خطورة البدع والمعاصي. يحرص على دراسة التوحيد والعقيدة الصحيحة بما في ذلك التحذير من الشرك والسحر وأنواع البدع والخرافات. ثم أيضا استخدام وسائل الإعلام بتحذير من السحر، من الرسائل والمؤلفات التي تنشر بين الناس والنصائح، ومن الخطب والمحاضرات والندوات التي تبصر الناس بخطورة الشرك وخطورة السحر وغيرهما من البدع والخرافات، كل ما يخل بعقيدة المسلمين، لأن هذه الأمور إنما تنتشر إذا فشل الجهل
الجهل بها، وأهمل البيان والإيضاح للناس من قبل أهل العلم وسكتوا عن ذلك. الأمر الثالث تنفيذ الحدود في من يرتد عن دينه بالشرك أو بأنواع الردة وبالساحر، تنفيذ الحدود. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا نفذت الحدود على مستحقيها حصل الاطمئنان على العقيدة، وحصل القضاء على الشر وعلى ما يناقض العقيدة. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، أن يحافظوا على عقيدتهم. الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. جاء بهذه الأمور، شرع لها الحدود الرادعة التي تردع من يتلاعب بهذه الضروريات الخمس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من شمال سيناء العريش، وباعثتها مستمعة من هناك تقول: شيماء محمد شعبان تقول عن نفسها: أنا فتاة كنت أفطرت في رمضان بسبب العذر الشهري، ولم أقضي تلك الأيام جهلا مني بأنه يجب قضاؤها، ولما عرفت بدأت أقضي. ماذا أفعل في الأيام الماضية التي لا أعرف عددها؟ جزاكم الله خيرا. عليك بتقدير الأيام التي أفطرتيها ولا تعرفين عددها، لأن تقدريها وتحتاطي في التقدير وتقضينها. ومع القضاء يجب إطعام مسكين عن كل يوم، إخراج صدقة نصف الصاع ما يعادل كيلو نصف عن كل يوم للفقراء عن تأخير القضاء إلى هذه الفترة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونها جاهلة بذلكم الحكم شيخ صالح، أليس لكم تعليق على هذا؟ الجهل لا يستطيع الواجب، وإنما يسقط الإثم. الصيام باق في ذمتها، عليها أن تقضيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: أنا أعمل وقد تفوت من صلاة المغرب، هل يجب القضاء بعد صلاة العشاء لأن الظروف؟ نعم. تقول: أنا أعمل وقد يفوتني المغرب، فهل يجب القضاء بعد صلاة العشاء لأن الظروف المادية صعبة وأنا محتاجة للعمل؟ لا يجوز للمسلم أن يشغله العمل على أداء الصلاة في وقتها، ولذلك صلاة المغرب يجب أداؤها في وقتها، والعمل ليس عذرا. المسلمون ما زالوا يعملون منذ أن شرع الله سبحانه وتعالى الفرائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعملون، ولم يكن العمل مانعا من أداء الصلوات في أوقاتها. على السائل أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تؤدي صلاة المغرب وغيرها في مواقيتها، وأن تعمل ما ينفعها، وهذا لا يتعارض والحمد لله مع الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، قد يكون رؤساؤها في هذا العمل من غير المسلمين، أو قد يكون من غير المبالين بأمر الصلاة، ما هو توجيهكم حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. المسلم يحافظ على دينه، ودينه مقدم على العمل ومستثنى من وقت العمل، فلا يخضع الإنسان للكفار ويترك الصلاة، بل عليه أن يصلي الصلاة في مواقيتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حلف الإنسان على أمر وهو يعتقد صحة ما حلف عليه، لكنه اتضح بعد ذلك عكس ما حلف عليه، هل تجب عليه الكفارة؟ إذا كان حلف على أمر ماض يظن أنه صادق فيه من نفي أو إثبات، فإنه لا إثم عليه، لأنه لم يتعمد الكذب، ويكون هذا من لغو اليمين الذي قال الله تعالى فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الكفارة هل تنبهنا عليها شيخ صالح؟ هذا ليس فيه كفارة، الحلف على شيء ماض بنفيه أو إثباته، إن كان كاذبا متعمدا فإنها اليمين غمص. طيب. فيها الإثم. طيب. وتكفرها التوبة والاستغفار الحمد لله وعدم العودة إليها. طيب. أما إذا كانت على أمر مستقبل ممكن، هذه هي التي تنعقد اليمين وتجب بها الكفارة إذا خالفها، كما لو حلف يفعلن شيئا ولم يفعله، أو حلف لا يفعل شيئا وفعله، فإنه تجب عليه الكفارة. طيب. وفي مثل هذه الصورة لا تجب التي ذكرتها على الأمر الماضي؟ نعم. نفيا أو إثباتا لا تجب عليها الكفارة، لكن إن كانت متعمدة فهي آثمة. نعم. وعليها التوبة والاستغفار. نعم. وإن كانت غير متعمدة فلا إثم عليها. الحمد لله. جزاكم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز الصوم في يوم الجمعة صوم قضاء؟ لا بس لا مانع من ذلك، إذا كان الإنسان عليه قضاء يصوم يوم الجمعة وغير يوم الجمعة ولا مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.